مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الهنا وراحة البال والأمن والأمان والطمأنينة. يا رب يسعد قلبكم، يسعد أيامكم، يسعد حياتكم، ويكتب لكم الخير كله والستر كله والرضا كلها، ويكتب لكم الأمان ويجعله ليكم ويطملكم ويسند ظهركم ويقويكم ويسخر لكم يا رب كل ما في الأرض ما عليها يا رب، ويسعدكم. بحبكم كتير. عارفين يا حبايبي، انا فرحانه جدا اني عرفت اسيطر على الكسل. بص وشي النهارده مش عارفه مالي، حاسه طول اليوم قليفه، ماليش نفسي اعمل حاجه، لا غدا ولا عشاء ولا اي حاجه، وفعلا كان لازم اسيطر عليه. الحمد لله سيطرت، قمت لبست، وان شاء الله دلوقتي نازله وطالعه اتمشى شويه اغير جو. ما تحسي بكسل وتحسي ان انتي فيكي تقل كده ومش قادره تتعاملي، قومي بسرعه، البسي البسي اي حاجه واطلعي، اطلعي اتمشي، اطلعي اخرجي، انزلي اعملي اي حاجه، اي نشاط، هتبقي تمام. عن اني انا مريم وانا بكسر الكسل، وزي ما قلت لكم ما كنتش عامله في البيت غدا ولا عملت حاجه، فقررت اني انا هتغدى واتعشى بره، يعتبر غدا وعشى بره. فين بقى؟ احب مطعم على قلبي اشكر، بعشقه. هفتح دلوقتي نشوف المنيو. انا عارفه طلبي، هجيب اللي هي التش دي روبيان، اللي هي على التش ديت تحفه، والبوتيتا اللي فيها اللسعه بتاعتها جامده جدا. مش عارفه اشطار في منه في مصر ولا لا، اذا في يا ريت تكتبوا لي تحت التعليقات، لان انا بجد من احب المطاعم الهندي اللي على قلبي، طعمه رهيب رهيب رهيب. بس برياني الدياي عندهم ما عجبنيش، مش حلو يعني. لا، في الهيثم بيعملوا احلى، دعوات بيعملوا احلى، ايه تاني، كذا حد بيعملوا احلى. هو ده كده المطعم، وهطلب وهوريكم الاكل دلوقتي حالا. حاجه بينزلوها بقى كده، الخبز اللي هو ده الجميل، ودي تعالى اقول لكم عباره عن ايه. انا قلت لكم كذا مره يا جدعان، عباره عن دي بابايا، وده صوص كده، صوص خاصه فيهم، وده اللي هي تشيتني الخضرا دي، تشيتني دي، دي بابايا. البابايا خطيره خطيره خطيره، عاملينها مملحه كده رهيبه جدا جدا جدا، ومميزه جدا بصراحه عندنا. انا طلبت منيو عشان اوريكم المنيو معايا، تمام؟ عشا وصلي خلال رحلاتي في الهند حول العالم، استطعت ان احصل على مصدر الهام للطهي في كل الاماكن. احلى الاوقات مع اشهى اطباق بصراحه، فعلا حقيقي. تنقلت في طفولتي من بلده الى اخرى مع شركه المسرح المتنقله التي كانت بيملكها والدي. كان فريق العمل في الشركه يجلسون الى مائده كبيره لتناول الطعام معا كل يوم، وكان ابي يجلس على راس المائده. كنت الاحظ علامات السرور ترتسم على وجوه الجميع وهم يستمتعون بمذاق الاطباق الشهيه. تلك كانت اللحظه التي اكتشفت حينها شغفي لتعلم فنون الطهي، ولسنوات عديده حاولت تعلم فنون تحضير الاطباق الهنديه المتنوعة التي تختلف في منطقة إلى أخرى، حيث تتميز الهند بثقافات ولغات ولهجات، وبالتالي نكهات متنوعة. قائمة الطعام التي أقدمها إليكم مستوحاة من وصفات أهم الطهام الذين قابلتهم خلال رحلتي، وأنا أتمنى أن تشاركوا مع الأهل الأصدقاء متعة تذوق هذه الوصفات المحببة إلي. المهم دي حبيت إيه أكلمكم عنها. يلا قائمة المذاق، دي هنا الشربات، المقبلات، الأطباق، السيزرز، مش عارفة إيه. هوريكم دلوقتي أنا بقى إيه أحب طلب على قلبي. دي المقبلات برضو، هو ده، ده عشقي اللي هو خرشان الروبيان، سوتيه روبيان مقلي متبل بالثوم كده والفلفل والشطة، رهيب رهيب ده، ومع بوتيتا. ده الطبق ده يا جماعة عشق لا ينتهي، عشق لا ينتهي. الكاري وصفاتهم حاجاتهم، برياني الدجاج، لا ما انصحكوش ابدا منهم هنا ابدا. برياني روبيان خطير، حلو حلو برضه.
أرزات. أول مطعم جميل يا جماعة، سراتوت التالي. جيب 22 وجبة هذه لو عادية. اوكي تانكي. دي المشروبات، دي الحلويات بقى، دي مشروبات ساخنة والحلويات. كيكة الزعفران اهي يا جماعة انا بعملها معاكم. وجلاب جامون اهو، راس ماري. بس كده يلا يا جماعة، حتى الخبز ده عندهم مقرمش، صح؟ مقرمش وجميل قوي قوي، مقرمش وجميل جميل ما شاء الله. صراحة بحب بقى انا ايه الشيتني، صلصة الشيتني بالنسبة لي عشق لا ينتهي. والبابايا، البابايا رهيبة، بابايا يا جماعة فظيعة حرفيا. مطعم محب على قلبي، مطعم محب على قلبي فنان. هي طلبات وربكم بس. خلصنا الأكل خلاص وهنمشي. وبجد بجد زي ما قلت لك، لا تستسلمي لحاجتين، لا تستسلمي للكسل ولا تستسلمي للمرض. قومي كده خدي الشاور بتاعك، اغسلي وشك قوي، نضفي بشرتك، حطي تونر، حطي تنت بسيط قوي، ما تحطيش حاجه. وانزلي كده روحي اتمشي، غيري جو، اختاري مطعم بتحبيه، تعشي بره، اسعدي نفسك، افضي نفسك. بس ما تستسلميش للتعب والنكد والقعده والقمقمه. وبصي بجد انا بصوا يعني لما بستسلم للتعب او المرض باخد فيها بالايام وبالشهور، ساعات بفضل قاعده كده مقمقمه على نفسي. لما ما استسلمش واقوم وكده، يعني انا شايف ان هو ده الصح. انا مش بديكوا او بقول لكم على حاجه انا بعمل المستحيل، لا، انا ساعات كتير جدا اكسل قوي، بحس راسي مش قادره، احس اني متكتفه ومش قادره اتحرك ومخنوقه، كتير بيحصل لي كده. بس برضو لازم الواحد يحاول، يحاول انه يقوم، يحاول انه يتحرك. الفيديو ده ما الا انه بقول لك قومي، ابسطي نفسك، اكسري الكسل، بشيلي الكسل من قدامك. التكتيفه اللي بتبقى مكتفانا ساعات دي سيبك منها وقومي، وحاولي حاولي وتقومي. بحبكم كتير جدا. وبصوا بقى القعده الجامده دي مع الشموع بقى والورد، بالدنيا وما فيها. اللهم ارحم امي وابويا واغفر لهم وابعد قبرهم روضه من رياض الجنه يا رب، اللهم امين. باي باي. بصوا بقى حبايبي الاجواء هنا بقى كده كده. دلوقتي الجو شويه احسن، مش هقول بقى برد وتلج ومطر، لا لا، بس احسن. هو ده المطعم اللي انا قعدت اتعشيت فيه، بشاز ما شاء الله تبارك الرحمن. ودي بقى بصوا كده بقى بره القعدات جميله، بس ما شاء الله اللهم بارك. هروح بس اخد حاجه من سلطان وبس كده، واروح بقى بيتنا وخلاص. المهم النشاط النشاط النشاط. يلا باي باي يا بنات. وانا بتمشى كده بجيب الحاجات اللي انا عايزاها. شايفين ده البوب كورن، ده من احلى الانواع اللي انا بحبها جدا جدا. ليه؟ هقول لكم ليه. شفت التوفي اللي هو بطعم الكراميل ده؟ بيبقى نفس النكهه، كانك كنت بتاكلي البوب كورن، بيبقى كانه بالظبط. فاهمين؟ ده رهيب رهيب رهيب. وفي انواع كتيره بس ده خيال. وده طبعا ده طبعا طبعا مفيش كلام عليه، مختلف المحلات بتاعته، هو اصلا مخصوصه فرن الشوكولاته. بس انا ده ما اكلتوش قبل كده، انا اللي اكلته هو بالتوفي. ودي ضروري تجيبوا الحاجات زي دي انت وانت بتعمليها وتحطي عليها كرابل. دوت برضو لو عايزين السلطات، ده تحفه قوي، بس تفتحيه كده وتحطيه على وش السلطه من جوه، قطع كده من جوه، قطع مربعه اهو متبله. بحب الحاجات دي قوي، بعشق الحاجات زي كده. الله يرحمها ويغفر لها والدتي، الله يرحمها حبيبه قلبي وعمري، كانت بتعشق الحاجات دي جدا جدا فوق ما يتخيل اي حد. Thank you.
كانت بتموت فيهم. الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها يا رب يا رب يا رب. كنت اجيب لها ده، كنت اجيب لها الكيس ده والكيس كمان اللي هو التاني العملاق. كنت تقولي لا كتير، انا قلت لك عايزه صغير الباكيتات الصغيره. كنت اجيب لها ولا خليهم جنبك، كانت بتحبهم. كل ما اخش السلطان او اي مكان والاقي الحاجات دي في وشي، بصوا الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويجعل قبرها رب جنتك. دول دول بس دول كان تخصصها الحاجات دي، دول النوع ده. انت تحب ايه يا عبد الله؟ فاكر ده كان اغلب الوقت دايما عبد الله هو اللي يجيبه لها الكيس. بس ده مشكل، لا هي كانت بتحب نوع واحد اللي هو فيها من جواها ثواني ورا مش موجوده هنا، بس النوع ده يعني عموما كانت بتحبها. الله يرحمها ويغفر لها يا رب. واحد بقى ماجع نشيط عمل ايه؟ عمل صمون. بس حشيت كرافت، الكرافت طلعت شويه من هنا تمام. بس بصوا الصمون طالع بتاعي عامل ازاي؟ قلت لكم روحوا غيروا جو كده ترجعوا تعملوا كل حاجه جميله لولادكم وليكم. يلا هنا بقى اقول لكم تصبحوا على خير. وبس يا حبايبي كده وصلنا لنهاية الفيديو. حتى بقى الانياس والبنينة عاملاها بالفول السوداني الزبدة عشان ابني بيحبها بالطريقة دي. وكيك كان في عندي بالتلاجة كنت عاملينه قبل مع بعض، قطعت قنقطة وعملت كيكة بشوكولاتة والصوص. وبشرب بقى النسكافيه بتاعي وقاعدة بقى كده بهدوء شوية مع نفسي واقول لكم تصبحوا على ألف خير، ويا رب يسعد أيامكم وبالكم وحياتكم، يرحم أمي وأبوي ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من روضات الجنة. يلا بقى حبايبي، باي باي، نتقابل فيديو جديد.